الله الغزية دوه الشاجة حصايد لعداه من قبل الغزية وانثر بارود الوقايد جاك الظفار فوق العبية أصلب من أصفاح الحدايد والطف من أنسام العشية ونجل زايد راس لايد كفاه فخر ومعنوية كفاه فخر ومعنوية ننتوح الناف العوايد باسم السعودية الهلبية اكتب يا كتب في الجرايد باقي لمحسوب علي في غيركم يا عيال زايد مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعاية شوطنا الحادي عشر يعمل تحديات في الجعدان المحليات الأصايل في هذه الانطلاقات الممتازة وبهذه الاندفاعات الجميلة شوط يحمل العديد من الأسماء شوطنا الحادي عشر نبدأ مع البداية الأولى ونبدأ مع المركز الأول مع البداية الأولى هناك مقدمة هذا الشوط شاهين لسعيد بن مايد بن سالم آلك تبي يقدم لنا شاهين على البداية الأولى والمركز الثاني هناك مناور العبد العزيز بن سيف بن غرير الكتبي من يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم الخطير وهناك المركز الثالث هناك الوصول اللي وصلنا شاهين لمحمد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي يتقدم الجميع بهذا التقدم الممتاز والرائع والجميل في هذا الشوط والمركز الثالث هناك الوصول في هذه اللحظات اللي وصلنا هو وصلنا المختبر لمحمد بن علي بن راشد آلك تبي يتواجد مع هذا الشعار على المركز الثالث والمركز الرابع أو المركز الخامس هناك الوصول في هذه اللحظات من سراب لمحمد بن عتيج بن علي آلك تبي يقدم سراب في هذا التحدي الرائع والجميل وأيضا هناك مصدع الحمد بن مصبح محمد بن مصبح الاكتبي على المركز السادس يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم الخطير وهذا الاسم الجميل والمركز السابع هناك الوصول في هذه اللحظات اللي وصلنا وتحرك في هذا الانطلاق هو هملول لبهيان بن عامر بن قانوش العامري يتواجد في هذا التحدي المميز والمركز التاسع اللي وصلنا هو هملول سعيد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي من يتواجد في هذا الشوط وايضا هناك مذهل على المركز العاشر لمحمد بن عبيد بن ضبيعة الكتبي اذا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا التحدي الرائع هذه العشرة المراكز المتقدمة ذعناها على مسامعكم العودة الى البداية الاولى والعودة الى مقدمة هذا الشوط هناك البداية وهناك الرقص الجميل مع المركز الاول مع البداية الأولى مع مقدمة هذا الشوط بن مايد مع شاهين سعيد بن مايد بن سالم آلك تبي بانطلاقات هذا الشعار وبتحدياته الممتازة وبتحدياته الجميلة في هذا الشوط المركز الثاني هناك الوصول في هذه اللحظات من مناور لعبد العزيز بن سيف بن غرير آلك تبي يتواجد بن غرير ليقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا هذا الشعار الخطير وهناك المركز الثالث الوصول من المختبر لمحمد بن علي بن راشد آلك تبي يقدم المختبر في هذا الشوط
الشوط وشعارك يغدير يا بن سعيد يا من يتواجد مع هذا الشوط على المركز الرابع. هناك شاهين لمحمد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي يتواجد الشعار بهذا التحدي الرائع والجميل بتحديات هذا بتحديات شاهين وبانطلاقاته الممتازة بشعار هداد في هذا الانطلاق الرائع والجميل. وهناك بالخفية مع المركز الرابع ولكن البداية والرقص الجميل مع مقدمة هذا الشوط. هناك الرقص الجميل وهناك التحديات الممتازة مع المركز الأول مع البداية الأولى مع شاهين مع البداية الأولى مع شاهين لسعيد بن مايد بن سالم الكتبي على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط. ينطلق بانطلاقه الممتاز ينطلق باندفاعه الجميل على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط بالتحديات وبالانطلاقات الجميلة على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط بالتحديات وبالانطلاقات الممتازة والرائعة والجميلة بشعار عرب بتحديات عرب التي حائزة على المركز الأول في سن اللقاية يأتي في هذا الشوط وفي سن الإذاعة ويقدم لنا هذا الاسم يقدم لنا شاهين. لكن حذاري من المركز الثاني حذاري من شاهين لمحمد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي يتواجد على المركز الثاني ليقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا هذا الشعار في هذه التحديات الممتازة. الله غادرنا غادرنا روحة الكيلو الخطير كيلو التحديات الكيلو لما بعد كيلو الكيلو لما بعدها للناموس. يا بن مايد يا بن مايد ركز ركز التركيز مطلوب في هذا التحدي الرائع والجميل. لكن 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 هناك من الجانب الأيمن شاهين بدأ يتحرك في هذه اللحظات. شاهين بدأ يتحرك في هذا الانطلاق الممتاز بهذا الاندفاع الممتاز. غير غير شاهين بدل شاهين إلى المركز الأول إلى المركز الأول وعصاته ببطانه عصاته ببطانه. ما كلمه ما كلمه ما كلمه الشاعر ما قال شيء ما قال شيء. أداء تلغائي وانطلاق تلغائي. الله يا نزوى الله سلام يا نزوى سلام سلام يا نزوى سلام سلام أيضا لمحمد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي يأتي على البداية الأولى ليقدم لنا هذا الاسم. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع الممتاز ليقدم شاهين مع المركز الأول. وسلام يا محمية نزوى سلام سلام يا محمية نزوى على انطلاق شاهين وعلى اندفاعه وعلى نقطة هذا الشوط. والتهنئة أيضا موصولة للشاعر غدير بن سعيد من يتابع انطلاقة هذا الشعار لحظات وصوله إلى خط نهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني. وصلنا في ثانية المراكز شاهين لسعيد بن مايد بن سالم على الكتبي والمركز الثالث بالضبيعة. التوقيت الزمني هو 7:53. ثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.